وبداية من منتصف هذا اليوم، فتحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على موقع الويب الخاص بالتوجيه الجامعي باب الترشح للدراسة في الخارج وفي المعهد التحضيري بتونس للناجحين في الدورة الرئيسية للبكالوريا بتفوق، ليتوصل إلى غاية يوم الخميس القادم. في الأثناء تستعد الوزارة لإصدار دليل لتوجيه جامعي يتضمن عدة إجراءات جديدة. للناجحين في الدورة الرئيسية للبكالوريا بامتياز في شعبة الآداب وشعب كل من الرياضيات والعلوم التجريبية والعلوم التقنية، فتحت وزارة التعليم العالي لهم اليوم باب الترشح للدراسة بالخارج وبالمعهد التحضيري للدراسات العلمية والتقنية بتونس عبر التسجيل بموقع الويب الخاص بالتوجيه الجامعي. في 23 بقعة كل لفرنسا وألمانيا، 24 بقعة فيهم 12 بكالوريا رياضيات و6 بكالوريا تقنية و6 بكالوريا علوم تجريبية. 20 بقعة مفتوحة في معهد التحضيري بالمرسى، دونك 150 بقعة ترشحوا الناس ب 16، مي راهم يمشيوا الناس اللي عندهم 19 و18 معهد. السبت المقبل سيكون تاريخ الإعلان عن المقبولين في دورة وصفتها وزارة التعليم العالي بدورة المتفوقين، فيما سينطلق التوجيه الجامعي لبقية الناجحين في 22 من الشهر الجاري بتعمير بطاقات الاختيار على الموقع ذاته بعد الحصول على كلمة العبور. كل تلميذ نجح في البكالوريا يبعث إرسالية قصيرة لل 85,000 من التليفون نتاعو اللي صرح به في وزارة التربية، عند تسجيل وزارة التربية يكتب فيه الاس ام اس بي دبليو دي كيما باسورد بالانجليزية، فراغ، ثم رقم البكالوريا نتاعو اللي فيه 6 أرقام، نعطيه بالموت باس، خاطر الموت باس كلمة العبور معناتها شخصية وسرية. كلمة العبور هذه خاصة بالناس الكل ناجحين البكالوريا الدورة الرئيسية ودورة مراقبة إن شاء الله اللي هي بدات اليوم. التوجيه الجامعي لهذه السنة سيقتصر على دورتين فقط على عكس السنوات الفارطة، وسيتميز بحذف شعب وإضافة أخرى إلى جانب تضمنه لإجراءات جديدة. توحيد 130، أكثر شوية من 130 الحقيقة إجازة، وبالنسبة للتخصصات تقريبا 380 تخصص إذا كان نشوف التخصصات كلها. باش نتواصلوا في التمييز الايجابي وباش نزيدوا نكبروا شويه في الشعب، عملنا كان 30 شعبه في التمييز الايجابي، السنه ان شاء الله باش نمشيو ربما نوصلوا حتى 50 شعبه. وسيتم في نهايه الاسبوع الجاري اصدار النسخه الرقميه لدليل التوجيه الجامعي على موقع الويب الخاص بالتوجيه، على ان يتسلم التلاميذ النسخه الورقيه في 18 من الشهر الجاري.